وأولى محطاتنا رح تكون عن التغذية، ورح نحكي عن أهمية الفيتامينات والمعادن باعتبارها من العناصر الغذائية الأساسية المهمة لصحة وسلامة أجسامنا، أكيد أيضا للوقاية ولعلاج العديد من الأمراض يلي ممكن تصيبنا. طبعا كل فيتامين أو معدن له فوائد عديدة بتختلف حسب احتياجات جسمنا، حسب العمر، حسب النوعية الغذائية، حسب الحالة الصحية. فكتير مهم رشا التوعية بالموضوع، لأنه أي زيادة أو نقصان ممكن يصير في مشاكل صحية. أكيد، وكلنا بنعرف قد ايه اليوم الفيتامينات مهمة بتقوية جهاز المناعة أيضا، واليوم وقت اللي بيصيب نقص بالجسم لأي نوع من الفيتامين في أعراض بتظهر على الشخص، وطبيا الأعراض هي ما كتير بتكون مشتركة حسب نوع الفيتامين. يعني اليوم البي عم تكون أعراضه غير الدال وغير الباقي العناصر الغذائية أو الفيتامينات، فكتير مهم اليوم نبتعد عن العشوائية، كتير مهم اليوم نحن نروح للاستشارات الطبية والتحاليل الطبية لنقدر نحدد نوع الفيتامين ونقدر نحدد الكمية المتاحة لأجسامنا، لأنه أجدادنا مثل ما بيقولوا ما ضل شيء وما قالوا، الزايد هو كمان أخوه الناقص، وهذا الشيء أكيد بيعمل مضاعفات سيئة بالجسم وقت بتكون جرعة الفيتامينات زايدة. لنعرف أكثر عن أهمية الفيتامينات، أنواعها، وهي شو أعراض النقص بأجسامنا، أكيد معلومات حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي أخصائية التغذية ديما سلوم. صباحو يا ديما. يسعد صباحكم. صبايا يسعد صباحكم. صباح العاملين جميعا بالاخبار. ديما، بداية يعني كلياتنا بنعرف قد الفيتامينات والمعادن كثير مهمين لصحة أجسامنا، يمكن أنتم اليوم كأخصائيين تغذية بتطلبوا شوية فحوصات أو تحاليل حتى تعرفوا نسبة هي الفيتامينات، في حال كانت ناقصة ممكن نعوضها بالمكملات الغذائية أو بنوعية الغذاء. يعني قبل ما نفوت بدوامة هي الحلول، خلينا نعرف من حضرتك شو هي الفيتامينات والمعادن كمفهوم. هلا، هي الفيتامينات والمعادن هي مركبات أساسية من ضمن الأغذية اللي عم نتناولها يوميا. فينا نقول إنه الفيتامينات هي مركبات عضوية، المعادن مركبات غير عضوية. الفيتامينات مثلا في لها نوعين أساسيات، فيتامينات ذوابة في الماء وفيتامينات ذوابة في الدهون. الذوابة في الماء هي بمجموعة فيتامينات عائلة فيتامينات B وفيتامين C، والذوابة بالدهون هي A و E ودال وكاف و E، هاي هنن. والمعادن في عنا معادن بيحتاجها الجسم بكمية كبيرة، وفي معادن بيحتاج الجسم بكمية صغرى. المعادن كمان المهمة، أهم أنواع المعادن تعتبر لجسم الإنسان، مثل عنا الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الفوسفور واليود. هي تعتبر هي مركز عليها اكثر شيء بالنسبه لنا كاخصائيين تغذيه. هلا اكيد ديما اليوم كل الانواع اللي ذكرتيها هي بتكمل بعضها، والجسم بحاجه لكل نوع ولكن باعتدال وباستشارات طبيه. خلينا هيك نحكي عن، حكينا بالمقدمه عن الفوائد بشكل عام، ولكن طبيا اليوم شو اهميه هي المعادن والفيتامينات داخل الجسم؟ هلا، الفيتامينات والمعادن هي مركبات اساسيه بكل العمليات الحيويه اللي بتصير خلال الجسم. مثلا الفيتامينات والمعادن بتدخل بعمليه تحويل الطعام اللي عم نتناوله يوميا الى طاقه. في حال نقص اي نوع من انواع الفيتامينات او المعادن بتصير هي العمليه اقل من الحد الطبيعي، فبتنعكس على الشخص باعراض معينه. كمان هي بتدخل، مثلا الفيتامينات بتدخل بتركيب الانزيمات والهرمونات اللي بيفرزها الجسم واللي بيحتاجها خلال عمله اليومي. كمان الفيتامينات مهمة لإعطاء الطاقة للجسم، مهمة للنشاط، للحيوية. المعادن تدخل بتركيب جميع الأجهزة والنسج الموجودة بالجسم، مثل النسيج العظمي، النسيج أو الأوعية الدموية، الدم. كمان تدخل بتجديد وعمل تجديد الشعر والأظافر والجلد والبشرة بشكل عام. يعني خلينا نوضح أكثر شو هي العوارض أو العلامات أو الدلالات اللي ممكن تظهر اليوم على صحة أجسامنا، مشان نعرف إنه إحنا عنا نقص ببعض الفيتامينات. يمكن من أبرز هدول الأمور بنشوف تساقط الشعر، الصداع ببعض الأحيان. خلينا نوضح العوارض بشكل عام. تمام. هلا، هي العوارض اغلبها بتكون علامات حيويه، يعني مثلا ما بيكون في شيء هيك مرضي شديد. يعني مثلا ببلش عنا بيكون ممكن يكون تقرحات بالفم، تشققات باللثه، نزيف باللثه، تشققات بالجلد، خشونه بالجلد، تقصف الشعر، تساقط الشعر، ممكن الشعر ما عم يطول، مثلا ممكن الام بالعضلات، الام بالعظام، بالمفاصل، تشنجات عضليه، مثلا ممكن يكون في عنا امساك مزمن، نفخه بالبطن، اعراض غازات ممكن احيانا بسبب التشنجات. هي كلها اعراض بنعتبرها هي علامات حيويه. مثلا في عنا اكتئاب والقلق والتوتر، هي مثلا من نقص فيتامينات بي او دال.
كل اعراض بنعتبرها انه هي مؤشر لاحدى الفيتامينات، ناقص احدى الفيتامينات او المعادن لاحدى. ولحدى احنا ما نعمل بموضوع الاعراض انه اليوم يعني هي ما بتشترك كل الفيتامينات بنفس الاعراض، صح؟ لا طبعا لا، كل شيء لهيك اليوم خصوصية يعني لكل مجموعة في شيء بيميزها. نحن اليوم لحتى نقدر نعرف نحن شو ناقصنا، مفروض اليوم في استشارة طبية وفي تحاليل طبية. أكيد. أوكي، نحن رحنا وسوينا التحاليل وعرفنا اليوم عنا نقص بهذا الفيتامين المعين. اليوم طبيا هل مسموح اليوم الإجراءات العشوائية، وكيف يتعامل الصيدلي أو الحكيم مع نوع الفيتامين الناقص؟ هلا هي الاجراءات العشوائيه هي بتجي من قبل المريض، ففي ناس كثير بتقول لحدا لجارتها لرفيقتها بتقول انا صار معي هيك شو باخذ، بتقول انا صار معي هيك واخذت كذا واستفدت عليه، فممكن تكون هي الحاله اللي عم تعاني منها غير تماما الحاله اللي عم تعاني منها رفيقتها او جارتها او قرايبتها او اي حدا. فهذا الشيء بتروح هي على الصيدليه بتقول له اعطيني هي العلبه، جاتي اخذتها من عندك واستفادت عليها، بتاخذها ما بتستفاد، لانه هي حالتها غير تماما حاله. صحيح ممكن تتشابه الاعراض احيانا بس الحاله غير يعني. اكيد في فروق. فالمفروض انه مثلا اللي شخص لما بيكون في عام يعاني من 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 اعراض معينه، اعراض عصبيه، اعراض حتى نفسيه، اعراض بجهاز الهضم، اعراض قلق، توتر، اي شيء مثلا الشعر، الجلد، ممكن انه يتوجه لطبيب، وهذا الطبيب بيقدر يحدد المسار اللي بده يمشي عليه. التحاليل اللي ممكن يطلبها الحاله، الشخص ممكن ما يطلب تحاليل، ممكن يعرف من الاعراض انه هو شو الشيء اللي موجود اللي ناقص عنده. لكن بضل الجاء الطبي افضل لتحديد نوع أكيد. نقص اكيد طبعا. تمام، يعني من خلال حديثك عم نشوف انه في انواع عديده للفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها جسمنا اليوم. خلينا نوضح، نحن بنحتاج كل انواع الفيتامينات ام نحتاج فيتامين معين؟ هل هذا الشيء بيختلف اذا كان عند الاطفال او عند البالغين؟ هلا هي احتياج يومي. في عنا مثلا مجموعة فيتامينات ب أو الفيتامينات الذوبة في الماء من لا فيتامينات ب وفيتامين سي، هذا احتياجها يومي، يعني أنا يوميا المفروض إني أخذ مجموعة فيتامينات ب وفيتامين سي بشكل يومي، لأنه الجسم كل شيء بيزيد عن حاجته بيتم طرحه خلال البول، ما عدا فيتامين بي 12 ممكن يتخزن لفترات كتير قليلة، يعني ما فينا نعتبره أنه هو مخزون يعني، بس أنه ممكن يتخزن لفترات قليلة. الفيتامينات الذوبي بالدهون اللي هي فيتامين ألف ودال وإي وكاف، هاي الفيتامينات ممكن تتخزن بالنسيج الدهني، ممكن تتخزن بالنسيج الدهني بالجسم أو بالكبد، فهي حاجته معنا يومية، يعني ممكن كل فترة أنه ياخذ الشخص، يعني عرفتي كيف؟ بكل الأحوال المعادن كمان هي حاجته تقريبا يومية، مفروض كل يوم، بس المعادن نحن حاجة جسمنا لإلها بكميات كتير ضئيلة. طب خلينا نوضح شو مثلا المعادن؟ الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم والبوتاسيوم، اليود، هي حاجاتهم كلها، مثلا الكبريت في البورون والسيلينيوم، وهي المعادن الصغرى كمان هي حاجتها يوميه وبكميات قليله. طيب ديما وقت بنقول فيتامينات، قلتي معلومه انه اليوم نحن العشوائيه وجارتي قالت لي وامي قالت لي عم تعمل شويه اشكالات بالجسم، وحتى في حدا بيقول لك انه انت بعد سن معين المفروض تروحي تاخذي فيتامينات شامله، وعم نشوفها كثير شائعه هي القصه. اذا رحنا للشيء الطبيعي، شيء يناسب الوضع اللي نحن عايشينه، اليوم نحن للاسف بسبب ظروف العمل، ظروف في الحياه اليوم نحن انا بجوز ما افطر، ما يصير لي وقت انا اتغدى فيه، عم روح لنقص فيتامينات بجسمي، يعني ممكن روح لي هون المكملات الغذائيه وممكن اعوضها بالفيتامينات الطبيعيه. خلينا نركز بدايه على المصادر الطبيعيه، واهم المصادر الطبيعيه وخاصه فيتامين د، يعني احنا بنعرف انه الشمس، ولكن قد ايه مهم اليوم للجسم هذا الفيتامين؟ هلا رح بلش لك فيتامين د. هلا فيتامين د بنلاحظ نحن عندنا بسوريا، يعني فيك تقولي تقريبا انا 90% من الاشخاص اللي حواليني عم يعانوا من نقص فيتامين د، ومنهم انا مثلا بفتره من الفترات. طبعا الاعراض في قلق، توتر، الام عضليه، الام هيكليه، بتحسي بحاله انه فقد الطاقه، يعني حتى بالوزن له علاقه الفيتامين د، يا بيثبت وزنك يا بنزل وزنك. هلا انا بالنسبه لي كوزن ما كان ما كنت، هلا في بتختلف من شخص لثاني، الاشخاص اللي عندهم شوي سمنه بيعانوا من زياده هي السمنه، الاشخاص اللي في نحافه بيعانوا من زياده هي النحافه، فهو فيتامين د انا بدي اقول لك انه 90% من الاشخاص عم يعانوا حاليا من نقص فيتامين د. نقص فيتامين د مرتبط بكثير اشياء، اضافه انه فيتامين د في عنده كثير عمليات حيويه، فوق ال 200 عمليه حيويه بيشارك فيها بالجسم، فاستهلاكه كثير كبير بالجسم، وحاجته اليوميه بحدود ال 1000 وحده دوليه يوميا، 800 لل 1000 يعني بين الاطفال وبين المسنين وبين الشباب.
تمام خلينا نروح ل بس كان بدي احكي شغله انه كفيتامين د كمصادر له فيتامين د بيرتبط امتصاصه بالجسم احيانا بيرتبط بالحاله النفسيه في حال كان في ارتفاع بهرمون الكورتيزول بالجسم في حال الشخص عم يعاني من عده ضغوطات نفسيه او قلق او مشاكل او اساس مثلا هذا الشيء بياثر على امتصاص فيتامين د حتى لو موجود بالدم بعرق الكورتيزول امتصاص فيتامين د فبيسبب انخفاض بفيتامين د فالمفروض يعني اغلب الناس حاليا تنتبه على هاي النقطه ويحاولوا انه هن ياخذوا فيتامين د من مصادر طبيعيه مصادر طبيعيه اللي هي الشمس تعرض لاشعه الشمس مثلا بتكفي الكفوف والوجه من 11 لل 4 من الساعه 11 للساعه 4 ما فينا قبل ما يعني قبل ما تكون الشمس قائمه وما فينا بعد ال 4 ما بتبلش تميل تمام بدنا نكون مثلا اذا عم نعرض الوجه بده يكون بدون اي كريم اي نوع حتى الايدين اي نوع كريم تماما وتعرض لمده ثلث ساعه هي اذا اخذناها من الشمس الاكل بالنسبه لنا الاغذيه اللي فيها فيتامين د هي كثير قليله مثلا ممكن الاسماك الدهنيه ممكن الفطر ممكن البيض بنسبه كثير كثير قليله ممكن القشطه وهي تحديدا القشطه اللي بتجي على الحليب يعني على وش الحليب مو المصنعه او الطبيعي يعني كل شيء مصادره الطبيعيه تمام خلينا نروح لطلاب الشهاده الثانويه اللي عم بيقدموا هلا امتحاناتهم قديش اليوم هم بحاجه لرعايه واهتمام من الناحية الصحية والجسدية لهم بحس يمكن بيكون عندهم شوية خمول وبحاجة لطاقة هي الطاقة نحن اليوم كيف بنقدر نعوضها إن كان من خلال الفيتامينات أو الأكلات يلي بتقوي الذاكرة هلا بالنسبة لطلاب الامتحانات للشهادات يعني عم نعيشها هلا هي الفترة هلا المفروض انه تكون التغذية او الاهتمام بالتغذية مبلشي من اول السنة يعني انه ما فيني انا للطالب لاول يوم بامتحان اقول له كل كذا وكل كذا وكل كذا وكل كذا لا اكيد لا يعني صدق بتصير هاي القصة بتصير طبعا قبل ما تروح الفحص كل جوزة ومعلقة عسل لانه اليوم لازم هلا مثلا اذا بدنا نحكي قبل الامتحان اذا كان قبل الذهاب الى الامتحان الطالب مثلا بيكون فايق الصبح في عنده قلق في عنده شويه خوف بيكون عنده شويه توتر فما فيك انت تجي تحمليه جهد اضافي لجهد عمليه الهضم خاصه اذا بدنا نعطيه مثلا نوع من انواع من البروتينات او انواع مثلا السكريات المعقده هذا الشيء ما بيصير بدنا نعطي شيء خفيف سهل الامتصاص وسريع الامتصاص وشيء يغذي الدماغ مو شيء يقعد بالمعده لانه خلال عمليه الهضم طبعا هلا لما بياكل الشخص كميات اغذيه مثلا مثل البروتين الدم بيتوجه للمعده لعمليه الهضم لينفذ عمليه الهضم صار بدنا الدم يتوجه للدماغ لينفذ عمليه النشاط والتركيز ويغذي الخلايا مشان الادراك والكتابه وهيك وبدنا الدم يتجه للمعده فبصير في تشتت مفروض انه ياخذ اغذيه بسيطه سهله الامتصاص وسهله الهضم وما تكون في عنده وقت كثير بحاجه وقت كثير للامتصاص مثل كاسه برتقان مثلا مع كم حبه تمر كم حبه زبيب كم حبه جوز ممكن كاسه حليب مثلا وبعدين نشوف الحليب الصبح كثير بس ولكن يعني ديما نحن دائما بنغرد داخل القفص مثل ما بيقولوا يعني اليوم الله يعين الناس بالنهايه يعني فبنحاول يعني خاصه الطلاب مثل ما قلتي ندللهم شوي زياده ايه هو الاهل دائما بيركزوا على الطلاب يدللوهم شوي هلا في بدائل في عندنا مثلا بذر الكتان بدائله كثير منيحه هو بديل للجوز ومانو يعتبر من الاغذيه الغاليه بذر الكتان بذر الكتان بيتاخذ مثل فيك لا سف بيتاكل هيك بس لازم يصير عمليه مضغ له بالاسنان يعني هو قريب على السمسم شوي اكبر شوي وهضمه شوي معروف طبعا في عنا بذور الشيا كمان مانا كثير مرتفعه الثمن وبنفس الوقت كمان فيها اوميجا 3 بذور الشيا فيها بروتين فيها معادن ظريفه يعني بالنسبه لل كثير مهم اليوم الشيا يعني اي حتى اي منتج انت عم تجيبيه وقت بيكون صاروا غالي بتلاقي انه هو موجود في الشيا خلينا نروح ديما قبل ما يداهمنا الوقت في حال احنا رحنا لموضوع العشوائيه وبلشنا يعني من هون حبه ب من هون دال من هون صار في عندنا زياده نسبه فيتامين داخل الجسم اليوم الجسم كيف ممكن يدافع عن حاله بهي النقطه وخاصه وقت بيكون انت عندك امراض سابقه يعني قديش بيصير مضاعف داخل الجسم هلا هاد بنسميه نحن سميه الفيتامينات والمعادن هلا هي السميه لما بيكون الشخص عم يتناول غذاء صحي متوازن مستحيل يصير
ابدا يعني اطلاقا ما بصير، بس لما بيكون في عنا تناول لمكملات غذائيه بشكل عشوائي وبشكل كبير زياده عن الحاجه ممكن تصير هاي الاعراض السمنيه اللي هي بتتلخص انه مثلا اسهال، ممكن مغص، ممكن قلق، توتر، نفخه بالبطن وغازات. اكثر شيء هو الجهاز الهضمي هو اللي بيساعد بيصير بيعطي اعراض لحتى يتخلص من هاي الفيتامينات والمعادن بشكل اسرع يعني. هلا كمان بدنا نحكي شيء انه كمان نحن الجرعات المتواصله، يعني مثلا فرضا نرجع على فيتامين د، اذا بدنا ناخذ جرعات مثلا كبيره من فيتامين د، اذا اخذنا 60,000 وحده دوليه يوميا لمده عده اشهر ممكن تصير السميه، بس غير هيك لا ما بتصير سميه. فهي كمان موضوع سميه الفيتامينات والمعادن مرتبط بكميه المعدن او الفيتامين اللي عم ناخده بشكل يومي وتراكمه بالجسم. تمام ديما، يعني في سؤال، ممكن نحن ناخذ نوعين من الفيتامين بنفس الوقت بنفس اليوم ام لا نحن ممكن ننطر فتره معينه او وقت كافي لحتى نقدر ناخذ الفيتامين الثاني؟ لا ما بيأثر، حتى في فيتامينات مترابطه بنسميها ثنائيات نحن مثلا مثل الحديد والزنك ممكن ياثر؟ لا لا ما بيأثر، حتى في مجموعه فيتامينات ديليفيت هي بتكون يوميه، يعني انه هي فيتامينات يوميه جرعه حاجه الجسم اليوميه بتكون متواجده فيها، مع اني انا ما بفضل انه تتاخذ سبلمنت، تتاخذ من خلال اغذيه صحيه متوازنه. وحتى لو كان عندنا مثلا بدائل ارخص ثمنا لها موجوده، طبعا كل الاكل غالي في له بديل ارخص ثمنا له في نفس المحتوى. بعدين في عنا على موضوع الفيتامينات، في عنا ثنائيات يعني بتجي مع بعضها مثلا مثل الحديد والزنك، حتى هنا بيتواجدوا تقريبا بنفس المصادر، اليود والسيلينيوم كمان بيتواجدوا، الصوديوم والبوتاسيوم كمان بيتواجدوا بمصادرهم، فلا طبيعي انه يكون في اجتماع اكثر من فيتامين او معدن. طيب ديما، اذا هيك بدنا نقول للناس اليوم ركزوا على الماده بالخضره كذا، من اللحوم كذا، من العدس، من اعطينا هيك شويه اكلات اليوم نقدر يعني من خلالهم خلينا نقول نوصل ولو لحد يعني مقبول بجرعه الفيتامينات، يعني خلينا نروح دائما للطبيعه نحن. تمام، هلا اذا بنحكي عن الفيتامينات والمعادن، هي بالاساس بالاساس كعلم نبات وعلم حيوان هي بالاساس موجوده بالنباتات، بس كيف تنتقل على جسم الانسان؟ من خلال الحيوانات تتغذى على النباتات فبتنتقل على جسم الحيوان وبتتخزن باعضائه. فالانسان ممكن ياخذ الفيتامينات والمعادن من هذا المصدر او من هذا المصدر، ولكن المصدر الافضل للفيتامينات والمعادن هو الخضار والفواكه. الخضار والفواكه الطازجه اللي بتكون مثلا نحن حتى لما نشتري الخضار والفواكه تكون طازجه قدر الامكان، الوانها زاهيه، لما بدنا نعمل سلطه يكون في عندنا تشكيل قد ما فينا بالالوان لحتى انه نحن نقدر نوصل لكل انواع الفيتامينات والمعادن اللي ناقصتنا. تمام، يعني خليني اسالك، هون بنشوف كثير من الاطفال بيعذبوا اهاليهم اليوم، ما بدهم ياكلوا فواكه، ما بدهم خضار، ما بدهم اكلات فيها بعض الفائده مثل السمك مثلا، بتلاقي الاهالي هون بيلجؤوا للمكملات الغذائيه لحتى يعوضوا لهم هي الاهميه، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا الاطفال هي بتنشا عندهم سلوكيات الغذائيه من لما بيخلقوا بالحياه، من لما بيخلقوا بيصير في عندهم كيف بيتعاملوا معهم الوسط المحيط، هن بيصير عندهم على شكل سلوكيات بالنسبه لموضوع الغذاء. فلما بيكون في عند الطفل اي شرخ بموضوع التغذيه انه هو ما بياكل هي الاكله الفلانيه، يعني بيقولوا لك المراه الحامل اذا بتاكل كل الاكلات، الولد عم يذوق هي الاكلات خلال عمليه خلال فتره الحمل، خلال اشهر الحمل، فهو لما بيجي على الحياه وتعطيه ترضعه الام، تقوم بعمليه الرضاعه 6 شهور، بعدين نبلش نحن بالاغذيه، ببلش لما هو عم يذوق غذاء هو بيعرف طعمته مسبقا خلال فتره الحمل. فلما نحن بنعمل شرخ بهي المرحله رح يصير في عند الطفل رده فعل عكسيه انه هذا الاكل انا ماني اكله قبل. تمام، مشان هيك نحن بننصح الامهات انه يبلشوا يدخلوا الاكل للاطفال من 6 شهور وينوعوا قد ما بيقدروا بالخضار والفواكه وبالاكلات حتى بالاغذيه تبعا يعني 7 شهور 8 شهور 9 شهور هيك حسب كل نوعيه كل غذاء. وطبعا المكملات الغذائيه ما بننصح فيها الا في حالات كثير خاصه، يعني في حالات بيكون مثلا وصلنا لمرحله انه عجزنا مع الطفل، ما عاد عم نقدر انه نخليه يتاقلم او مثلا ياكل هي الاكلات، ممكن انه نعطيه، بس ما بنيأس، بنضل عم نحاول مع الطفل لحتى انه يقدر ياخذ هي الاغذيه. والطفل على فكره بياخذ من المحيط مثل ما حكيت، وقد ما جيتي معه بمثلا باساليب معينه بخليه هو يحضر الاكله، بخليه هو يشتري معك الخضار، بخليه يشتري فواكه، فبيصير بيرغب لهي الانواع من الاغذيه. طيب ديما، سؤال صريح اليوم، هل الانثى بعد سن معين المفروض تروح لاخذ فيتامين يكون يرافقها بسنواتها بعد 30 بعد 40؟
بدون لجوء اليوم لا هلا لقلك شو في مراحل عمريه يعني بعد 30 بصير في مراحل عمريه انه نحن ممكن يكون في عنا نقص مثلا احدى الفيتامينات او المعادن مثلا بعد 30 او بعد ال 40 ممكن انه نحن قدره الجسم على امتصاص او تفصيل او سحب الفيتامينات والمعادن من الاغذيه اللي عم ناخذها ممكن تنخفض وخاصه بعد ال 40 او ال 50 فنحن بتلاقينا عم ناخذ كل انواع الاغذيه مثلا انا عم باخذ غذائي متوازن كامل بس جسمي عم ينقصه كالسيوم مثلا او عم ينقصه فيتامين د او عم ينقصه حديد فممكن نحن اذا كانت عم تعاني من اعراض معينه ممكن انها هي تعود هي هذا النقص بالمكملات من خلال المكملات معناتها نرجع لموضوع الاستشارات الطبيه والتحاليل أكيد. وبعد اليوم شوي عن العشوائيه باخذ الفيتامينات ديما شكرا لك وشكرا لحضورك ولكل المعلومات اللي قدمتيها شكرا كثير ديما شكرا لك اهلا وسهلا